اخر سؤال تعليقك على اللقب اللي تتراجع. مبروك للرجاء على اللقب ديالها. التعليق اللي غادي نقول ان الرجاء فريق كنحترمو كنكل ليه كل احترام، نادي كبير بحال اللي نادي الوداد كبير، نادي الوداد هو القطران، نادي الرجاء حتى هو عنده قاعده حتى هو كبيره، حقق القاب في هذه السنوات الاخيره. بالنسبه لهذا اللقب، انا بالنسبه لي هذا اللقب ماشي تقصير ولا تقزيم في حق الرجاء، لا رجاء كبير انا الحكم اللي داو البطوله هذه السنه هذه في كل شيء المباريات. انا الواقع كنقولوا انا الحكام صحاب اللبسه السوداء ما بقاوش السوداء ولا الصفراء، نهار داروا لهم هذا الوان خرجوا على كره خلاو ديك الكحله نيت كتبان بحال القاضي ومحامي، نهار داروا لهم هذا اللباس الصفر وغوز وهذا خرجوا علينا هما اللي داو البطوله. نكذب عليك انا بالنسبه لي في كاع المباريات حتى اللي غيطيح بسبب الحكام واللي بقى الحكام ما عرفتش اخويا اش نقول لك، كل المباريات. ودابا الغريب في الامر ان الحكام اللي اعتزلوا هما دابا اللي كيديروا النقد هاد الحكام هادو، كيقول لك داروا اخطاء وداروا ما كانش خصهم ما كانش خصهم، يعني اخويا اش نقول الله يصاوب.